بس خليني اكلمك على الجانب الاخر، الكلام اللي احنا بنسمعه بقى من المسلمين، انه يعني في العشر سنين اللي فاتت في حمله تنصير كبيره، في نزول الى الارياف والى الفقراء وتنصيرهم بمبالغ اموال، يعني ما دي برضو بتثير حافظه المسلمين. ان انا لما بقاعد تيجي لي بنتي او ابني يقول لي النهارده جالنا ناس قالوا لنا العذراء والمسيح والدين الديانه المسيحيه وكل هذه الاشياء، لما حد يقول لك الكلام ده ممكن ترد عليه ازاي؟ كلام التنصير يعني اختراع لمشكلة لا وجود لها. وإلا يا ريت يقولوا لنا في مدى السنوات الطويلة دي كم واحد اتنصر. لا ممكن ما يبقاش فيه، بس في نشاط. يعني أنا عايز أسألك سؤال، هل في نشاط تبشيري في مصر للديانة المسيحية؟ هل يقوم القساوسة والرهبان في الكنيسة المصرية القبطية بالنزول إلى المناطق الفقيرة ونشر الديانة المسيحية؟ هل ده بيحدث؟ لا خالص. كل ده اختراع ربما لتغطية أسلمة الكثيرات من الفتيات، عشان يغطوا على عمليات الأسلمة يقولوا في عمليات تنصير. ومفيش إنسان يقدر يتنصر في مصر إن كانت القوانين لا تقف ضده، فالجماعات العنيفة تقف ضده. دي حاجة مضايقاك؟ أنا ما بخشش فيها لأن ما شفتش حاجة من النوع ده في مصر. ما جولكش في الكنيسة في يوم قالوا لك إن في عندنا اتنين مسيحيين، اتنين مسلمين تنصروا وعايزين يجوا الكنيسة، أو ما سمعتش أي حادثة من دي في 10 15 سنة اللي فاتت؟ لا خالص. وما نقرأه والحاجات والخلافات اللي بتحصل؟ إيه اللي بنقرأه؟ إنه اتنين بنتين اتنصروا وولدين يقابلنا أسوأهم من شفوا يطلعوا يدهم. بل أقول لك بصراحة، كل إنسان يدفعه ربنا إلى طريقة لازم تعمل معه أمر. تقول هو أنا واعظ وأنا قسيس وأنا كذا، ده أنت على الأقل تستطيع تجذب الناس بالقدوة الصالحة. الناس لما يشوفوك امثوله كده، نموذج، يقولوا يا ريتنا نبقى زي الشخص ده، يحبوا ربنا اللي خلاك بالشكل ده، يحبوا يبقوا زيك. في قصه قيلت عن واحد من المبشرين راح بلد فقالوا له ممنوع تبشر، هو كان مدرس، لو اتكلمت عن اسم المسيح هنرفدك هنطردك من البلد. قال لهم موافق، تمضى على كده مضى على كده. وجي اخر السنة لقوا الفصل بتاعه كله بقوا مسيحيين، قالوا له مش فلانك؟ قال لهم ولا اتكلمت عن اسم المسيح. سألوا الطلبة لقوه كده، لكن الطلبة حبوه جدا بروحه الطيبة، بمثالياته، بكلامه، بتصرفه، بأمانته، بإخلاصه، بمحبته، فحبوا يبقوا زيه. مجرد القدوة الصالحة. إن معرفتش حول الناس إلى من يخدمهم. حولهم إلى كاهن، حولهم إلى أب اعتراف، حولهم إلى خادم مخلص، حولهم إلى أي حد يحافظ عليهم.